السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، لأول مرة يشوفني ياريت يضغط على زر الاشتراك، وكمان أعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو. ولمحبين القصص حيلاقونها في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية، استمتعوا بسماعها. نبدأ بقصة اليوم، وتقول صاحبة القصة: يا هلا والله، قصتي مختلفة، يمكن تقولون مصيبة أو درس تعلمت منه. فأنا مصيبتي يرتجف منها القلب، يعني أنا زوجة ثانية، ولكن أتمنى أنه ما حد يسب ويتمادى ويزودها في التعليقات، لأن هذا شرع الله. يعني تزوجته من قبيلة ثانية، كان طاير فيني طير، سكنني ببيت قريب من بيت زوجتي الأولى، وزوجتي الأولى هذه كانت شيطانة من شياطين الإنس حرفيا. يعني بيوم من الأيام دق الباب، وأنا ما كنت أدري إن هذا الباب بيصير مصيبة علي. كانوا حرمتين قالوا لي يعني حنا جاراتك وكذا. قلت الله يحييكم تفضلوا. دخلتهم أنا للمجلس، رحت أجيب ضيافتهم أضيفهم، طولت يمكن أخذت 10 دقائق أو أقل. المهم لما رجعت ما لقيتهم، استغربت يعني، رحت شيكت على باب الشقة ألاقيه مقفل نفس أنا ما قفلته لما دخلته، والمفتاح مكانه يعني من داخل من جوا الشقة. عاد أنا رحت دورت بالبيت، دورت ما لهم أي أثر حرفيا. على طول رحت دقيت على زوجي وقلت له باللي صار. قال أكيد إنهم طالعين من الشقة وكذا، بس أنت ما انتبهتي يعني للمفتاح زي الناس. عاد أنا والله مصدقة نفسي يعني أكثر من عيوني، قلت يعني أنا متأكدة إني من جد أنا اللي قفلت الشقة وخلاص، وهم داخل يعني بعد كذا ما في أحد طلع، جيت وهو مقفل يعني نفس ما هو، ما أدري فين اختفوا. قلت يمكن يلا كل شيء جايز. طبعا أنا أقول هذا الكلام بس عشان أهدي نفسي. تكرر الموضوع علي، صار يدق الباب لما بس أنا أكون وحدي. أفتح الباب ألاقي مثلا طفلة تبكي، ألاقي مرات لعبة، مرات أشوف يعني بسة سودة، حرفيا يعني أحترت بأمري مرة. وبيوم من الأيام كذا زارتني جارتي اللي مقابلة للشقة حقتي. طبعا قالت لي: يا بنت، يعني أنا لك وحدة ناصحة لك، ترى أنا شفت شيء مريب حول شقتك، يعني انتبهي لنفسك. ترى من جد زوجتها الأولى وكذا مشهورين أهلها بالسحر وتسليط الشياطين، وهم يعني قوم جبارين، فانتبه لنفسك. عاد أنا قمت أرجف كذا وأنا جالسة في مكاني، أول ما طلعت جارتي مع الباب طحت انهرت أبكي. يو يا الله بكيت، إيش ذنبي طيب سوون فيني كذا؟ أنا كافة خيري وشري عنهم، يعني أنا أخذتها بالحلال ما أخذتها كذا. جاء ودق باب بيتنا ووافقت عليه، يعني لا رحت كلمته ولا غازلته ولا قلت له ولا شيء، يعني هو جاء طلبني بالحلال ما أعرف إلا يوم جاء خطبنا. المهم مرت الشهور ودخلت أنا في الشهر الخامس، يعني حملت الحمد لله. صرت وقتها أكح دم، أكح إن حتى إنه فجأة كذا ألاقي نفسي جالسة خشمي ينزف دم ما أدري ليه. رحت للمستشفى سويت فحوصات، كل شيء قالوا لي كل شيء فيك سليم ما في أي شيء. تجاهلت هذه الأمور كلها. مرت الأيام شوي إلا صرت أسمع في البيت يعني صوت جدتي الله يرحمها في الصالة. أقول لزوجي تسمع؟ يعني جلس كم يوم كذا، حتى أنه من كثر ما أنا خلاص متوترة طول الوقت على أعصابي، طول الوقت أشوف أشياء غريبة، أسمع يعني أصوات ميتين من زمان. جدتي يعني الله يرحمها ميتة من زمان، جابها يعني في بيتي يعني، وأسمعها فعلا أسمعها وهي تهرج. المهم صار ما يطلع من الدوام زوجي، يعني أقصد ما يطلع إلا للدوام بس، وقاعد طول الوقت عندي ما يروح ولا مكان ولا سمع أي شيء من اللي أنا سمعته. قال: شفتي إنك تتوهمين، هذه بس من آثار الحمل يا بنت الحلال، اذكر الله ومدري إيش. والله العظيم يا جماعة إني انهبلت، إيش الهواويل صارت تزيد علي، إلين خلاص فقدت حملي بسببها، يعني بسبب هذه الأشياء اللي أشوفها والخوف وكذا، أعوذ بالله. سقطت وأنا كنت والله العظيم في أمس الحاجة لهذا الطفل، كنت أتمنى يكون عندي طفل أسمع منه كلمة ماما. يا الله يا هذا الشعور، آخ بس يعني تخيلوا كل شيء تدمر بسببها. يعني وصلت فيها المواصيل أنها تقتل جنين وتسحر أمه. طبعا بتقولوا لي كيف حكمتي أنها هي، يعني ليش تحكمين أنها على طول أنها زوجتي الأولى؟ لأن أنا رحت لكذا شيخ وقلت لهم يعني على الموضوع وكذا، قالوا لي كلهم
انه معمول لك سحر تفريق بينك وبين زوجك. من القهر انا عاد رحت لصديقة لأمي، من زمان أمي مقاطعتها يعني، لأنها كانت تتعامل مع ساحرة فقاطعتها أمي. فأنا رحت لها كلمتها كذا، قلت لها يعني قلت أنا أبغى أقهر زوجة زوجي وأهلها زي ما قهروني، قلت أبغى كذا أتلذذ بتعذيبهم، أبغاهم يتعذبون زي ما عذبوني، أبغاهم يعني أبغى كذا قلوبهم تنحرق زي ما حرقوا قلبي على ولدي اللي مات. قالت لي ابشري تعالي لي بعد يومين وابشري باللي يعيشهم لك بنكد. طبعا انا انبسطت، حسيت اني باخذ حقي يعني. رحت لها وانا ردت بنفسي يعني كذا والله سحرتني، والله بذمتي اني لا اسحرها واعيشها بنكد هذه الادميه، يعني هي اللي فتحت باب الشر على نفسها. فاعرف اني غلطانه يعني، اعرف ان غلطتي حتى عظيمه، لكن لا تلوموني. اول ما دقيت الباب رحت عندها، طبعا وصلني اخوي، قلت له على اساس اني انا رايحه لصديقتي. فاول ما دقيت الباب وفتحت لي دخلت بيتها انصحقت. ايش اللي شفته يعني؟ تجمدت مكاني، حست اطرافي ما عاد صارت كذا تتحرك، ما قدرت اقول ولا شيء، ما قدرت اتحرك، واقفه كذا بمكاني مصدومه. ايش ابكي ايش اشاهق؟ يا الله الله ياخذ هذيك الساعه اللي فكرت اني اروح فيها، يا ليتني ما رحت ولا تواصلت مع هذه العجوزه الفاجره. تخيلوا شفت حريم جالسين بركم بالصاله، يعني اشكالهم تخوف، نظراتهم تفجع، مت من الخوف يعني. تخيلوا وحيده وبيت ساحره. والله العظيم اني انا اقول لكم هذه القصه وكل ما تذكرت هذيك اللحظه اقعد ارجف يعني، استغفر الله. حتى ريحه البيت كانت نتنه، البيت كان موحش موحش، تحسون كذا بالوحشه اول ما تدخلون مع الباب. تعرفون الشعور الخوف اللي يسكنكم مع ان البيت انيق، البيت رائع فخم فخم لدرجه ما تتوقعونها، بس كانت ريحته نتنه يعني. اصواتهم كذا، حتى اصواتهم كذا لما يتكلمون معك كذا قلبك يصير يدق من الخوف والرهبه يعني، اصواتهم لها اعوذ بالله رهبه. ما ادري كيف اوصف لكم الشعور، اعوذ بالله، الله لا يجعل احد يذوق يعني هذا الاحساس، والله يبعدنا وياكم عن هذا الشيء. انا احكي لكم هذه القصه بس عشان تتعظون منها. المهم الحمد لله اللي خلاني أصحى على عمري وأتماسك وأطلع من هذا البيت قبل أني حتى ما أشوف الساحرة ويدخلوني عليها. طلعت وأنا أبكي أبكي من هارة، أرتجف من الخوف يعني، وأجري أجري 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 أبى أبتعد بس عن هذا البيت الملعون. طحت بالشارع يعني ودقيت على أخوي، طبعا قلت له أنا في المكان الفلاني اللي نزلتني فيه بس إني قريبة يعني منه، وارسلت له اللوكيشن وكل شيء. انهبل انهبل يوم شافني وجاء يعني انصدم، شافني كذا وأنا منهارة، هم وصلني على أساس أنها صديقتي. المهم علمت أنا بكل شيء وأنا أبكي والله العظيم من القهر والألم، وتبت ربي عن روحتي لهذيك الساحرة. بعدين قلت لأخوي تكفى بروح مكة، أبغسل ذنبي أبطهر نفسي. فسبحان الله لما رحت مكة اعتمرت وطفت ببيت الله وأحس أن قلبي انشرح، يا رب لك الحمد. هناك أنا استخرت بالطلاق، جلست كم يوم وبعدها فعلا أجزمت على أني خلاص أنا رح أختار الطلاق وأنا مرتاحة. طبعا طول هذه الفترة وأنا عند أهلي زوجي ما يدري عن أخباري ولا فكر حتى يجي أن يواسيني بفقد حملي وطفلنا اللي مات الله يرحمه. راح أخوي كلم زوجي قال ترى فلانة تبغى الطلاق وطلقها كذا بدون أي مشاكل. فعلا أول ما رجعت من مكة طلقني، يعني كأنه واحد ما صدق خبر على الحب اللي كان معيشني فيه، على أنه ما كان يعني يستغني عني. يا الله شتان كذا يعني، أجلس استوعب أقول يا ربي هذا اللي هو تزوجته بداية زواجي، هذا اللي كان ميت علي ما كان يقدر يوخر عني دقيقة. سبحان الله طلقني كذا بدون أي أدنى تأنيب ضمير. ووقتها عاد أهلها طبعا طلعوا عني إشاعة بين الناس إن أنا عقيم وإن أنا جننتها عشان كذا طلقني، حسبي الله ونعم الوكيل. السالفة هذه اللي قلتها لكم لها 4 سنوات يعني، سمعت حتى من الناس إن زوجته كل ما حملت سقطت، كل ما حملت سقطت. أنا متأكدة إن هذه هي حوبتي، وعساها يا رب عساها من هالحال الأردى يا رب. لا تلوموني يعني في دعاوي هذه، لأن من جد والله العظيم إنها قهرتني. فأنا بس أبى أوصل لكم شيء واحد، ترى أي زوجة ثانية تتزوج زوجك لا تأذينها لا تجرحينها، أنت ما تدرين شو الظروف اللي حدتها أنها تأخذ زوجك، في النهاية هو نصيب.
أما زوجة زوجي أنا ما رح أسامحها، ورح نلتقي عند ربي وأخذ منها حقي، فحسبي الله ونعم الوكيل فيها. في كل واحدة زي كذا تتعامل مع الشياطين عشان تضر فيها واحدة مسلمة. فهذه قصتي حبيت أن أشاركها معكم وأفضفض لكم، لأنها من جد ضاقت بصدري، يعني حملها ثقيل علي. أرجوكم كذا واسوني بكلام يلطف يعني هذا الشيء في قلبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي يا رب عن ما صدر مني، والله يقبل توبتي بإذن الله تعالى. وأخيرا بس أنا أقول لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن السحر من الكفر ومن المهلكات لصاحبه في الدنيا والآخرة، وكذلك كل من تعامل مع السحرة وصدقهم، يعني إذا اتهموا سيدنا سليمان عليه السلام أنه ساحر وأنه كل أملاكه بالسحر وليس نبوة، وبرأه الله سبحانه وتعالى في القرآن وقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فابتعدوا عن السحر والسحرة حتى تنجون من الكفر. وتذكروا دائما أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تنووا بالناس شر وترتجون توفيق من الله سبحانه وتعالى. وأعلموا دائما أن من أعظم أسباب التوفيق النية الطيبة. النية الطيبة هي اللي تخليك تقوم بأعمال الخير خالصة لوجه الله تعالى، يعني لا تنوي بعملك شر لغيرك ولا تتمنى زوال نعمة أحد، وبإذن الله حتفتح لكم أبواب الرزق من حيث لا تحتسبون. ويا رب قربنا من القلوب الصالحة اللي لا تنوي شر ولا بأس بأصحابها، وابعدنا عن قلوب أهلكها الشر وسوء الظن، وارزقنا من طيب رزقك يا رب من حيث لا نحتسب نحن والمسلمين أجمعين. قولوا آمين. إلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد. أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.